وصلت كمية الهدر الخبز والمعجنات تقريباً إلى 35%، حيث بلغ مجموع الوجبات اللي تهدرها البيوت 8 ملايين وجبة يومياً كفاءة الطعام، والسمبوسة هي الطبق الأبرز على السفرة الرمضانية. وصلت نسبة هدر بعجينتها إلى أكثر من 67 ألف كيس سنوياً. لما تجهزوا السمبوسة فكروا دائماً أن أكثر من 60 ألف كيس دقيق بمعدل 2.7 مليون كيلو يتم هدرها في السمبوسة والمطبق، من أصل 200 ألف كيس دقيق يتم إنتاجه.